تطبيق الاندرويد بيطوروه ولا لا؟ وسالفة التوثيق على سناب شات متى بتصير وكيف بتصير؟ الخصوصية هل منتهكة ولا غير منتهكة؟ هل تعطوا معلوماتكم لدول ولا غير؟ ايضا لما نتكلم على وش المنتجات الجديدة اللي جاية واور ستوري وماي ستوري هل هي تختلف عن بعض؟ وش الشيء اللي نتوقعه من سناب شات مقابلة حصرية بفضل رب العالمين معاهم؟ هذه الاسئلة والاجابات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حكم فيصل السيف، وبالفعل في فريق من سناب شات جاء المملكة العربية السعودية فضل رب العالمين. كنت الصحفي الوحيد اللي عنده فرصة يتقابل معاهم يسألهم بعض الأسئلة، كانت لازم تكون أسئلة جريئة، وسألتكم على تويتر عطتوني إجابات كثير وأسئلة كثير، فبالفعل كانت أهم أسئلتي من عندكم. فلما نتكلم في البداية على موضوع الأندرويد، الموضوع اللي شغلنا كثير، وليش سناب شات كتطبيق ما يشتغل بشكل كويس على أجهزة الأندرويد. وعدوا على كلامهم إنه تطبيق الأندرويد قاعد يحصل على اهتمام أكثر بكثير من الوضع اللي كان عليه أول. هم سابقا قد أعلنوا إنهم حيسووا دعم أكثر. سألتهم طيب من يوم ما أعلنتوا الدعم إلى الحين وش الشيء اللي فرق؟ قال فرقت إنه صرنا أول بأول، أي خدمة جديدة نحاول نحطها في سناب شات لازم تكون موجودة على الأندرويد. وإحنا نفسنا وبالفعل قدامي هم كانوا موجودين، يقولوا طلعوا جوالات الأندرويد اللي معهم بالإضافة إلى جوالات الآيفون اللي معهم، فيقولوا إحنا حريصين إنه الأشياء الجديدة تكون جاهزة للأندرويد بالإضافة إلى تحسين الأشياء الماضية اللي على الأندرويد، بحيث إنه كل جوالات الأندرويد تحصل على أحسن تجربة لسناب شات. في أسئلة قاعد أسألهم ياها ويعطوا رد دبلوماسي. في العادة لما يسوي معك الناس شيء زي كذا تعرف إنهم يعني يا هم هم صرح يتكلم يا أنه ودي يبعد عن الموضوع بشتى الطرق. من هذه الأسئلة لما تكلمت مثلاً عن موضوع إنستغرام ستوري، وإنستغرام ستوري بدأ يحصل على أرقام كثيرة تعدت سناب شات، هذه منافسة تعبكم، أنتوا قاعدين تعانوا من هالشيء ولا لا؟ قالوا أرقامنا جداً كويسة، حتى إحنا عندنا في المملكة 7 مليون مستخدم وأرقامنا تشفع لنا بحكم إننا شركة صغيرة وقاعدين نتطور شوي شوي. المنافسين ما إحنا مركزين عليهم ولا الشيء اللي قاعدين يسووه ولا حاطينه في بالنا، علينا انه نركز بالشيء اللي احنا قاعدين نسويه في تطبيقنا. يا ما قاعدين نركزوا اساسا منافسين ابدا ابدا، منافسين مركزين عليكم. سؤال ثاني لما سألتهم على موضوع الهند وسالفة الهند والتحدي اللي صار معاهم بعد ما بدأوا ناس من الهند يحملوا التطبيق ويقيموه بشكل سيء، وانه هل هذا اثر على استخدام وعدد مستخدمين التطبيق ولا لا؟ قالوا هالشيء ما اثر على عدد المستخدمين عندنا وما زال عندنا قوة جدا كبيرة، ولكن يظل احنا ما نبغى نركز على نفس المنافسين والاشياء اللي قاعدة تصير من حولنا والبلاوي اللي قاعدة تصير من حولنا، احنا علينا نركز من شغلنا في سناب وسناب شات وكل المنتجات حقتنا. سألتهم عن سالفة التوثيق وانه في بعض الحسابات يطلع قدامها ايموجي، فالحسابات هذه كيف طريقة التوثيق؟ هل في اشي يقدر ندفعه كبزنس كحاجة مع سناب شات تخليك تقدر توثق حسابك؟ قالوا اول حاجة احنا ما نسميها توثيق، احنا نسميها لايف ستوري او سيلبريتي ستوري، انه هذه قصص مشهورة والناس هذول يتم اختيارهم بحكم التفاعل وما التفاعل، وبالنسبة لنا الاختيار جدا محدود حاليا وجدا صعب وما له اسس لانه عليه اشياء قواعد كثيرة احنا نفكر فيها، فما في قائمة اقدر اعطيك اياها وتعرف هالقائمة اذا مشيت عليها في النهاية انا حسابي يتوثق، هذا الشيء مو موجود حاليا. فيا فيصل مسألة التوثيق احنا ما نسميه توثيق، وايضا هذا الشيء محدود جدا حاليا وما هو متاح للكل، هذا شيء احنا قاعدين نسويه اختياريا من سناب شات، وطبعا حرصا كثير مننا وده يصير عنده توثيق. مسألة التوثيق نبيها في كل الحسابات هذه يعني. طبعا قبل ما اسوي معاهم اللقاء الحصري جلسوا مع جامعة الفيصل ومجموعة مختارة من طلبة جامعة الفيصل، وقعدوا نفس الطلبة هذول يسألوهم، فأخذت شوية من الأسئلة والأجوبة هذه. مثلا أحد الطلبة قال يا أخي أنا ماني فاهم سالفة ماي ستوري وأور ستوري، هالثنين اللي انتوا تطلعوا لنا اياها وش السالفة حقتها؟ قال اوكي، ماي ستوري هي الشيء اللي انت تحطه اصحابك ولا انت تنشره على سناب شات يشوفوه، اور ستوري هذه احد الاشياء والمداخل لخدمه جديده جايه عندنا. الخدمه الجديده حتتيح لك انك تبحث في اي مكان في العالم عن قصص شاركوها اصحابها في اور ستوري. على سبيل المثال وقدامي وراني التطبيق المتطور الجديد النسخه الجديده، ففي هذه النسخه فتح على نفس سجل البحث وحط مثلا زرافة، جد حط زرافة، فطلع له فوق ناس حطت على سناباتها كلمة زرافة أو صورة زرافة، ناس كاتبة كلمة زرافة بالإنجليزي أو حاطة صورة زرافة، بالإضافة تحت في المقترحات حيوانات أخرى كثير طلعت له، فقال لي شايف زي كذا. قلت له طيب لحظة، دحين البحث يصير على الدولة ولا على المكان وكيف تعرف؟ هل إحنا نحتاج نحط تاجز نحط أوسمة على سناباتنا عشان الناس تقدر تبحث عليها؟ قال لا، بمجرد ما أنت تحطها في أور ستوري هي ستتاح للكل، والكلام اللي أنت كاتبه على السنابة هذا هو الكلام اللي إحنا حناخذه وينحط تحت
تحت البحث بالإضافة إلى موقعك الجغرافي أثناء ما سويت نفس السنابة. فلو ناس بحثت عن جدة أو الرياض بيطلع لها الخيارات اللي الناس حاطينها من جدة ومن الرياض، أو حتى لو هو في مكان ثاني بس كاتب رياض أو جدة على سناب يمكن يصير يطلع. هنا يتيح قابلية نشر وبحث أشياء كثيرة، بالتالي تقدر تشوف ناس آخرين غير اللي أنت تتابعهم، يمكن يكون قصصهم ملهمة لك أو أنه سناباتهم رايقة فتروح تتابعهم. سألت عن موضوع العمر، معليش يعني أنتوا عارفين أنه تطبيقكم في كثير تحت الثلاثة عشر يستخدموه، هذا السن مو كويس أنه يستخدم تطبيق سناب شات. قال تطبيق سناب شات لا ينفع لما هم أقل من 13 سنة، فبالتالي إذا أنت تعرف أحد أقل من 13 سنة يمديك تبلغ من نفس القائمة حقت الخدمات حقت نفس سناب وموقع سناب شات نفسه. أيضا يمديك بكل بساطة تنبه أو تقدر تطلع على أطفالك وتشوف إيش الشيء اللي يتابعوه، لأنه حاليا التطبيق حقنا مصمم لمن هم عمر 13 سنة وفوق، وليس مصمم لمن هم دون 13 سنة، لأنه في بعض المحتوى اللي ما يناسبهم أبدا. وش طريقة الربح اللي حاليا قاعدة تصير عندكم على سناب شات؟ يعني معلش قاعدين نشوف دعايات تطلع نهاية الستوري، انتوا بتغيروا الوضع بتحطوا الستوريات في النص في البداية بين نفس الناس اللي احنا قاعدين نشوف ستورياتهم ولا شلون؟ اكثر من طريقة ربح قال لي موجودة من نفس سناب شات. اولها لما نتكلم على هذا الشيء اللي احنا شايفينه في نهاية الستوري يطلع لك دعاية، الدعاية تعطيك تقدر تسوي افعال actions انك ترفع الدعاية لفوق حتشوف فيديو كامل، بعدها تقدر تضغط على رابط وتروح لمكان ثاني او تشوف معلومات بحيث انك تعرف تخفيض ما تخفيض على منتج شيء زي كذا. بالاضافة الى طريقة الربح الأخرى اللي تعتمد عليها شركة سناب في تطبيق سناب شات هي نفس الستوريز اللي موجودة، أو نقدر نقول المعلومات والقصص اللي موجودة من شركائهم، فبالتالي شركائهم يحصلوا على مميزات إن الستوريز حقتهم والقصص حقتهم تقعد أكثر من 24 ساعة، بعضهم يوم يومين على حسب. أيضا هم ينشروا معلومات ويسوقوا لأشياء، فبالتالي هم يدفعوا لسناب شات عشان يحصلوا على هذه المميزات ويكونوا موجودين في هذا المكان. سألته هل شركة سناب شات قاعدة تتحول لشركة منتجات بعد ما شفنا نظارة سبكتكلز ولا كيف؟ قال اهتمامنا تكون سناب شركة كاميرات، احنا بالنسبة لنا الكاميرا تعني كل شيء. افهمها يعني يا فيصل، احنا لما تشوف تشغل تطبيق اول شيء يشتغل لك وشو؟ الكاميرا. قال احنا همنا الكاميرا في كل المنتجات حقتنا اللي اعلنا عنها واللي لم نعلن عنها. واذكركم ترى يا جماعة انه سبق وصار في تسريبات انه في درون ما درون، طبعا ما في اشياء مؤكدة الى الحين، ولكن سناب شات قاعدة تطور منتجات زي النظارة تلبسها ويكون فيها كاميرا مدمجة ما تخترق الخصوصية لانه قاعد يطلع لك الانوار ذي، ولكن تحفز موضوع التصوير وانك تشوف كل شيء حولك وتصوره وتشاركه. احد الطلبة سأل نفس فريق سناب هل انتم تستخدموا تطبيق سناب شات في عملكم؟ قالوا نستخدمه ولكن يمكن مو بالكم الكثير، كنا مشغولين شغل، ولكن احنا نتواصل مع عوائلنا من خلال سناب شات، احنا نقدر نسولف مع اهلنا، احنا نقدر نسولف مع نفس الناس اللي موجودين عندنا في الشغل. بس يمكن فريق سناب شات يا جماعة ما يعرف انه احنا عندنا هنا الاتصالات على سناب مبلكة، ما يمديك تتصل على سناب شات. المهم انه لو كانت الخاصية مفعلة كانت الامور جدا رايقة، لانه بالفعل خاصية حلوة سواء على سناب شات او غيره من التطبيقات انك تمديك تستخدم التطبيق للمكالمات. سألتهم هل انتم بتطلعوا ارقام المشاهدات ولا ما تطلعوا ارقام المشاهدات؟ لانه في ناس بانية شهرتها على سناب شات وقاعدة تشتغل تجارة في سناب شات نفسه كتطبيق وما حد قاعد يعلن منهم ارقام المشاهدات. قالوا حاليا ما في اي نية على اظهار ارقام المشاهدات، ونبغى نشيل عبء انه هل فلان شاف صورتي وكم واحد شاف صورتي وشاف الفيديو حقي، نبغى نشيل هذا العبء على نفس المستخدمين ونحفزهم فقط على اخذ صور جميلة ومشاركتها. ما دروا عن مسألة الناس اللي عندنا يقول انا عندي مليون مليونين ثلاثة مليون مشاهدة، وهذه الارقام اصلا جايبها لما حط الستوري عنده في جلوبال ستوري في القصة العالمية، وجابت القصة العالمية واخذت رقم كبير وجاء قاعد يهايط على نفسه هذا الرقم. الله يقويك يا رب وكل واحد وذمته. المهم ايضا حاجة لازم نوضحها انه بالنسبة لسناب شات لما نتكلم على موضوع الارقام ما الارقام، فهم صرحوا قالوا لي بالفعل احنا مع الشركات لما تيجي تعلن معنا نكشف لهم ارقام الناس ونكشف لهم ارقام الحسابات ونكشف لهم ارقام المشاهدات والدول والاعمار وهذه الاشياء كلها، ولكن ايضا نحط انه اي شيء تحت ال 13 ما في في التطبيق، فطبيعي الناس اللي تحت ال 13 دائما يقول نفسهم 13 سنه وفوق. سالتهم عن موضوع الامان وما موضوع الامان، وانه كيف تطبيق سناب شات يتعامل مع الامان، هل انتم تتعاونوا مع الدول وما الدول بحيث انه لو طلبوا معلومات عن بعض الاشخاص انه نبغى حساباتهم معلوماتهم ولا كيف؟
قالوا يس عندنا نتعاون مع الدول بشكل جدا كبير ونطلق تقرير اسمه Transparency Report، تقرير الشفافية، مرتين في السنة نطلع التقرير هذا وموجود عندنا على موقعنا، وبالفعل حطيت لكم رابطه، ودحين آخر واحد طلعوه بنوفمبر عام 2016. من تقرير الشفافية تشوف الولايات المتحدة الأمريكية كم تقرير طلبت، والتقارير تحت أي بند، تحت البند الخصوصية، تحت بند الأمان إنه شيء مستعجل، وحتى تشوف الدول الباقية اللي طلبت من سناب شات معلومات، ومحطوط أيضا نسب يعني الرد اللي تجي من سناب شات انهم اوكي جانا 4 طلبات ردينا عليها كلها، جانا 10 طلبات ردينا على 50 أو 5 منها، اذا 50%. فهذا التقرير حطيت لكم رابطه تحت على اساس تعرف المساله حقه الامان اللي موجوده في سناب شات. سالتهم عن سالفه تطبيقات الطرف الثالث وسناب شات بلس وهالتطبيقات، ووضحت لهم طبعا انا عن نفسي بصراحه اكرهها. فقالوا بالفعل هي قاعده تنتهك الخصوصيه بشكل جدا كبير، وهذا الشيء احنا نحاربه، ولكن هذا الشيء تابع لنفس المستخدمين. اذا المستخدمين حريصين على صورهم، معلوماتهم، انه ما حد يلعب بهذه الصور او ما حد يسربها، اذا اتوقع انهم لازم يثقوا في سناب كشركة. اما اذا هم ما هم خايفين على هذه المعلومات او هذه الصور، الله يقويهم، ياخذ راحتهم، يقعد يستخدم الطرف الثالث. ولكن الطرف الثالث وتطبيقات الطرف الثالث هذه احنا ابدا ما يؤيدها وحنحاربها قد ما نقدر. ولهم الحق ان هذا تطبيقهم، ويجي تطبيق ثاني يطلع على شهرة تطبيقهم، لا، تعاونات تصير افضل في تطوير التطبيقات. هل انت سبق وشفت يعني انه تطبيق زي سناب شات قاعد ناس ينافسوا انستغرام، جت ناس تنافسوا ما عجبهم انستغرام حاربوا؟ فهذا شيء طبيعي يصير في شبكات التواصل الاجتماعي، هم خلي وضعهم بينهم وامورهم بينهم. في النهاية نتكلم على انه يعطيهم العافية، شكرا لفريق سناب انه متاحوا لي الفرصة وقابلتهم، والحمد لله رب العالمين كانت مقابلة جميلة كذا مثرية. المهم لما اتكلم على ايضا الصوره اللي اخذتها معاهم، الحمد لله فلتر الورد ما يشتغل الا على شخصين، فلما جيت ضبطت معاهم صار هم اللي لابسين تيجان الورد، ولا كان عز الله استلمتوني واعطيتوني تعليقاتكم، حركه تستاهل انه يعني كويس اني ما سويتها. المهم في نهايه الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.